أطلقت الشرطة الأرجنتينية القنابل المسيلة للدموع في أحداث شغب بين جماهير فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز في نهائي كأس ليبرتادوريس. وتعرضت حافلة نادي بوكا جونيورز للرشق بالمقذوفات من قبل جماهير ريفر بليت قبل مباراة الفريقين الأرجنتينيين، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب باستخدام رذاذ الفلفل بهدف منع وصول جماهير ريفر بليت إلى داخل الحافلة. هذا ومن المقرر إجراء نهائي القرن بين الفريقين اليوم بعد تأجيلها بسبب أعمال الشغب.